متواجدين هون بالمدينة الرياضية مع متطوعين جمعية الغنى وبالتعاون مع بنك الطعام الكويتي لتوزيع حصص غذائية على الناس اللي هن أشد حاجة وفقرا. بالوضع الاقتصادي الموجود بلبنان ومع أزمة الكورونا وكان عنا قبل أزمة الثورة والدولار وزادت طبعا نسبة البطالة وهذا الشيء صار معروف يعني عنا بلبنان، فنحن بنشكر بنك الطعام الكويتي اللي هو عم بيساعد بعده مع أنه بوقت ما خفت كتير المساعدات، فهلأ الحمد لله نحن اليوم هون متواجدين لحتى نوزع اللي هو أكتر شيء الناس بحاجة لإله هلأ بلبنان اللي هو الأكل. فبدنا نتشكر البنك الطعام الكويتي على مبادرته وإن شاء الله بالتعاون دائم. رجل عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما هو خير الإسلام؟ قال له تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. نحن بدنا نشكر كويت فود بانك على المبادرة اللي عملوها بشعب لبنان اللي حاولوا يأمنوا لهم الغذاء والسلام. نحن هولي أكثر شيء هلأ بحاجة له بلبنان وبالعالم العربي.